تشربنا السمو والسؤدد، ألا تنشدون كل صباح إخوتي هيا للعلا سعيا، ألم تغنوا في ليالي الأنس عمرك سفت الإسباع خايف كيف خلاع، هيا بنا هيا بنا أيها السبع الأطلسي الشرس إلى حلم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أراه وأنا أقف على جبال الأطلس برايتي الحمراء، أقف فأرى الشك في لشبونة وأرى اليقين في الرباط وفي كازا، أنزل البحر فأعبر المضيق ليخبرهم تلك جارتكم. هيا بنا أيها السبع فأعبر المضيق ليخبرهم تلك جارتكم وجارتنا، فاسألوها عن اليوم واسألوها عن الأمس واسألوها كيف إننا لا ننثني لا ننكسر لا نهزم ولا نغرق أمام أساطير ما تخف. المغربي هنا فيها محاولة لمنتخب البرتغال داخل منطقة الجزاء، ياسين في التوقيت المناسب في التوقيت الكلاروكنية الإقصائية يأتي هنا بالنسبة للمغاربة مع منتخب البرتغال، كرة بمحاولة راسية يا نصيري لمصلحة المنتخب المغربي، سفيان بوفال أمامية داخل منطقة الجزاء، طالت نعم ووصلت إلى الثالثة منتخب البرتغالي في هذا الدور، هذه ثالث مرة تصل فيها البرتغال إلى الدور ربع النهائي، كرة بمحاولة ملعوبة الآن راسية لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب، تحولت في الجانب المقابل مرتدة ووصلت لمصلحة المنتخب المغربي، أسرع شوية تتعلم تماما هي الآن، وصلت إلى الجهة اليسرى عرضية داخل منطقة الجزاء، مغرب العز بين الأمم انصيري ينصر دينك يا يوسف أول الأهداف أحلى الأهداف، يا الله المستحيل ليس مغاربيا، لسك محاولة تعود في الجانب المقابل صدمت في العارضة الحذر قائمة، يا الله العب كالرجال وجهنا رجل. الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعي قنوات الكأس أينما كنتم مرحبا بكم، وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى بداية أحداث شوط المباراة الثاني من مواجهة الدور ربع النهائي، المواجهة هو الانتهاء لمصلحة المغرب بهدف مقابل لا شيء كان عن طريق اللاعب يوسف نصيري، كرة بمحاولة عن طريق حكيم زياش الآن خطأ للمنتخب المغربي بالقرب من منطقة الجزاء الأولى داخل المنطقة راسية جوله، يا الله مرت الكرة والمحاولة الماضية خطيرة جدا لكن حارس المرمى على بداية احداث هذا الشوط التاشير بالاستمرارية، تعود المحاولة من جديد تسديد، كرة برونو مرت إلى خارج أرضية الملعب هذه اللقطة وهذه المحاولة واستمرارية هدف التقدم، كرة بمحاولة، حذر يا شباب الحذر لاعب يترك وحيدا في مختلف الجهات اليمنى، تغيير الاتجاه اللعب، كرة تصل إلى أوناحي، محاولة خطيرة مستمرة وقائمة خطيرة، تسديدة سافيو بطل يا ياسين اللقطة الماضية أنت الأسد، وهنا
في اللحظات الأخيرة قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي لشوطه. تركها يا وليد، كرة تعود في الجانب المقابل. ياسين ياسين يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا ياسين. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، راسية إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى ركلة مرمى من بيبي، وصلت عند بونو من بيبي. فيها شوية وقت يا بيبي، هي برا يا بيبي، إلى خارج أرضية الملعب. صفر 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 صفر. صفر صفر للتاريخ، لكبرياء العرب، لكبرياء العرب، ولأحلام تحولت إلى أرض الواقع. الله يا مغرب، الله الله يا مغرب، الله الله يا مغرب، مغرب العروبة بين الأمم، مغرب التاريخ، مغرب الإنجاز، مغرب التاريخ.